سعيد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الو شيف، البرنامج اكيد اللي طلع لكم كل يوم ما عدا يوم الجمعه. اليوم الخميس، نهايه الاسبوع اللي الو شيف او لهذا البرنامج، اكيد نرافقكم مع الشيف مريم باطباق جديده واطباق انتم طلبتوهم. مش هكي مريم؟ صباح الخير. الله انت يا سميه، صباح كي شبه بالغوز. الله يبارك يسلمك. حبيبتي تعيش. الحمد لله يا ربي. يلا قولي شو حديري اليوم. بون، مرحبا بكم في حصتكم الو شاف. اليوم واش راح نديروا؟ حنديروا اون توخت بالشاورما. الشاورما هذه سبيسيال شاورما، كي تروح عند البوشي يقول يعطيكم شاورما. دونك حنشوفوا لاباط، حنشوفوا لافارس، حنشوفوا بزاف صوالح. عندنا ثاني مويلو وشوكولا. هذا الكاطو بزاف بنين، سختو لولادكم راح يولوا يموتوا عليه، على الكاطو وعليا. فوالا. دونك هذا واش عندنا اليوم. عندنا فطيره محشيه ومويلو وشوكولا. عفوا، يلا انتم طلبتوا بزاف من الفطيره المحشيه واكيد راح تكون حاضره معنا اليوم. عليكم الا تبعونا وما تزافيش، وما تنساوش كذلك انه تلقاو البث المباشر تاعنا اليوم. ربما راح تكون اخر فرصه لكم للاجابه على السؤال اللي كنا طرحناه، لي وشنو نديروا للباذنجان باش ما يمتصناش ماده الزيت. فالاجابه ولا خلوا اجابتكم على البث المباشر. سيرفيس الميتي ميديا دائما راهم في خدمتكم، يقدم لكم بث مباشر. راح نختاروا خمس اسماء، يعني خمس ايام كامل جوزنا معكم، راح نختاروا خمس اسماء. الاسبوع هذا بدينا السؤال بديناه بالحد. صافي كل حد الاثنين، حد على ما اقول حد الاثنين ثلاثه الاربعه واليوم الخميس، راح يكونوا خمس اسماء. كل يوم من الايام اختار سيرفيس الميتيميديا اوتوماتيكيا اكيد خمس اسماء، وراح نديرهم بعد القرعه نشوفوا شكون المحظوظ او المحظوظه اللي رايحين يربحوا معنا النهار. شحال كاين؟ واحد ولا خمسه؟ واحد يربح من خمسه كل يوم ندوا واحد. تري بيان. يلا خلونا نذكر بالممولين دائما للبرنامج. نبداو بمنتوجات غوتيلا بسلسله الوجدان، منتوجات عفوا الوجدان. نبداو باحصيله الوجدان، حضر معنا دائما على الكونتوار تاع الو شيف، بالاضافه الى قدامها راهي موجوده شوكولا للطلي غوتيلا بذوق البندق، شوكولا سوداء وبيضاء. نروحوا الى منتوج اخر كذلك من منتوجات دائما الوجدان غوتيلا، نروحوا لشوكولا 100 غرام الموجودة بذوق البندق، شوكولا بيضاء وسوداء. وما ننساوش كذلك باتا غلاسي اللي حضر معنا بأذواقها الأربعة، شوكولا بيضاء سوداء بالحليب وبالبندق. باتا غلاسي دائما منتوج من منتجات الوجدان. يلا نروحوا نشوفوا كذلك ممول اخر حاضر معنا في البرنامج. الماء المعدني تاع افري حاضر معنا، منتوج افري بالماء المعدني ديالو، وكذلك العصائر بمختلف اذواقها. يلا نشوفوا ممول اخر كذلك الثالث، اللي هما خبز البرغر دولسيسول، عفوا حاضر معنا كذلك بخبز البرغر. واكيد اللي راح يربحكم اليوم واللي راح يفرحكم اليوم هو الواحه للتسوق، اللي كما قلت لكم يهدي لكم قسيمه شراء مهدات من عند الواحه للتسوق، قيمتها 5000 دينار جزائري، 500000 كما نقولوا حنايا، موجوده او مهدات من الواحه للتسوق. يلا روحوا مشاهدينا الكرام مباشرة، نذكركم بالرقم الهاتفي اللي هو يظهر اسفل الشاشة اللي هو 023. انا ربحت خلاص. يلا هذه هي قسيمة الشراء اللي راح يهديها لكم الواحة للتسوق، قيمتها 5000 دينار جزائري، يعني 500000 500000 500000 500000 500000. شدوا هذه القسيمة، لا تروحوا توجهوا للواحة للتسوق تسوقوا بها قيمة 5000، تشروا قيمة 5000 دينار جزائري. يلا مشاهدينا روحوا مباشرة كما قلت لكم، نذكركم بالرقم الهاتفي اللي هو 023 70 92 94، اتصلوا بنا. ودائما نعاود نذكركم كذلك بالبث المباشر، دوك نعاود نوريكم الصفحه وين تخلوا الجماجم تاعكم ديروا لنا جام، واكيد راح تلقاو البث المباشر وخلوا فيه الاجابه. يلا نبدا، وين كانت هذه؟ كانت هنا فوقك. هنا. يلا تري بيان. الوغ نبداو ان شاء الله، نبداو بلاباط. بون لاباط باش نسحقوا، هذه سي بوغ شاورما، بالنخبيزات محشيين بالشاورما هكا. الشاورما وي
دونك هادوك تاع لاباط تقدري تعطيهم لي هادو. يلا تفضلي. يلا الصفحة الرسمية هي طلعت عندي صفحة رسمية وقالوا لي سيرفيس الميتيميديا ما كيش تقولي بزاف ما كيش تحيي سيرفيس الميتيميديا. أنا دائما نحيي سيرفيس الميتيميديا القائمة تحية بهم لأنهم يقدموا لكم دائما البث المباشر للقواعد. عفوا سمحوا لي. يلا ها هي الصفحة الرسمية قلت لكم تلقاو فيها الشروق تي في ديروا اللي فيها الأيقونة الزرقاء وديروا فيها جيم. هذوك لي باج لكم تلقاوهم على الفيسبوك فيهم شروق تي في ولا الصفحه الرسميه كيما راهم يكتبوا لي برنامج الو شيف. ما عندنا حتى صفحه رسميه للبرنامج هما فقط صفحات لناس انا نقول فارغين شغل يرفدوا اشياء من عندهم ويحطوهم لا ليس لنا يعني ما عندنا حتى صله بهم. هنا طلعوا تلقاو البث المباشر. يلا زيدوا خلونا تعليقاتكم هكذا يوم الخميس. يلا هما راه مازالوا في الخميس حتىش قلت الخميس ما على باليش. خلوا تعليقاتكم دوك يطلعوا على جال لا كونيكسيون شويه ثقيله. هاهم يلا بداو يطلعوا التعليقات هكذا. ان شاء الله تكون وحده فيكم ولا واحد محظوظ لنهار اليوم. يلا نبداو مريم. نبداو بلاباط. لاباط تاعنا تاع الفطيره هذه المحشيه. هذه الفطيره بزاف هايله. انا حنحشيها بالشاورما انتو محشيوها باش حبيتو تقدروا ديروا غير بصل وطوماطيش ولا. دونك نبداو نحضروا في لاباط. لاباط تاعنا واش نسحقوا؟ نسحقوا مغرفه كبيره تاع خميره، مغرفه ونص كبيره تاع زيت، مغرفه تاع سكر وكاس حليب. هنا الكاس حليب كوم راهي سخانه نقدروا نديروا الا كنا في الدار وكنا في الدار وكان درجه الحراره يعني سافا كليماتيزور كامل دفيوه شويه. إذا كانت سخانه في الدار ديروا حليب بارد باسكو راكو حتعجنوها بيدكم. دونك نقولوا حنا عجنوها بيدنا اوتوماتيكمون العجينه راهي حتسخن ماشي كيما في البيترا. الا درتو في البيترا ديروه بارد بارد فوالا وبيديكم. الا كنتو حتعجنوها بزاف باسكو هذه تحب العجين وما تحبش العجين او ميم طون. دونك تحبوا تعجنوها بزاف تحبوا ما تعجنوهاش بزاف. دونك تو لي كار راح تخرج لكم نفس النتيجه فوالا. قلنا عندنا كاس حليب، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفة ونص كبيرة تاع زيت، ومغرفة كبيرة تاع خميرة، وعندي هنا فارينة. هنا كي ندير كامل هاد المكونات، وعندي الملح بيان سور، كي ندير كامل هاد المكونات راح ندير معاهم الفارينة حتى وين تتلايم لي العجينة. داكوغ، دونك نبداو بالكاس تاع الحليب. أنا هنا عندي كاس حليب ماشي بارد يعني دافي. ماشي دافي ما دفيتو ما هو يعني درجة حرارة المطبخ هذا ما كان. دونك عندي هنا مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، عندي مغرفة كبيرة تاع السكر. وعندي مغرفه كبيره ونص تاع زيت. هنا نورمال كي تخلطوه باسكو ما عندناش كميه كبيره تاع الزيت عندنا غير شويه. نخلط كامل هادو هما يلا. قلنا درنا كاس تاع حليب، الكاس اللي دائما نعبروا به كاس تاع حليب ماهو ني بارد ني سخون درجه حراره المطبخ. زدنا له مغرف تاع خميرة الخبز، مغرف ومغرف تاع السكر، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة ونص زيت، مغرفة ونص زيت نخلطوهم كامل، وكاس تاع حليب. الحليب ما كان له دفيوه باسكو راهي سخانة ورانا في الصيف، اون بليس حنا عجنوها بيدنا، دونك هذيك درجة الحرارة تاع اليد ودرجة الحرارة اللي فينا مع في المطبخ تاعنا سي بون تكفينا باش نعجنو العجينة تاعنا. دونك فوالا هنا لازم عليا نستعمل يدي. نبدا ندير في الفارينه. الفارينه شحال ولا ما عندناش؟ الفارينه حتى تتلايم، انا عطيت لهم قيس كاس حليب. دونك الفارينه دوك تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاش راح يكون يجي، ما تجيش تتلاصق وما تجيش هذيك الناشفه شغل حتى وين حتيبسك. فوالا. دائما نقولوا يروحوا معاها بالعقل. يروحوا معاها بالعقل، باسكو سا ديبون كل وحده واش من الفارينه اللي تستعمل، انا نستعمل نوع هي تستعمل نوع. دونك ماشي. يلا قلنا هادو الخبيزات المحشيين كنتو طلبتوهم او فطيره محشيه. فطيره محشيه يقدروا يديروا خبيزات محشيين، يقدروا يديروا وحده ويقدروا يديروا بها بزاف فوالا. دونك هنا ويلا شفتوا روحتكم درتوا بزاف الفارينه، عاونوها زيدوا فرغوا الحليب فوقها. دونك تعاونوها بالحليب معليش، كي تكثروا الفارينه عاودوا زيدوا ديروا حليب. يعني عجينه بزاف سهله واقتصاديه او ميم طون، خاصة الناس اللي ربما يحبوا الخرجة تاع دوكا الويكاند مع راهي سخانة درجة الحرارة مرتفعة. دائما نقولوا من الأحسن أنه لما نخرجوا ولا ناخذوا معنا الأكل اللي نكونوا درناه في الدار مع صح
مع السخانه والماكله تاع برا دائما نلقاوها غير صحيه. دونك انا يبستها شويه راح نزيد لها الحليب. نوندي برك من نعيمه تجيب لنا الحليب. يلا نعيمه من فضلك الحليب. فوالا غلبوك لي كون. لا لا ما غلبونيش لي كون، كي درت الفارينه فرغتها كامل هنا، مي سي با غاف، شغل هذه مليح كي صرا هكذا باش ميم هما اون كاو درتو بزاف الفارينه نزيدوا لها الحليب هذا ما كان. يلا نطلبوا منها عجينه سهله ما فيهاش بزاف لي ديتاي و... يلا نستقبلوا اتصال. الو الو. الو مساء الخير. مساء النور. سمية. وي حبيبتي مرحبا. واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله كل غير لاباس. الحمد لله. بون انا من المدنية. الله يبارك. بارك فيك. انا نشوف فريمون لي روسيت تاعكم ما شاء الله وانتم ما شاء الله. ربي يحفظك. يلا ما تقوليناش على اسمك. عائشة. عائشة 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 من المدنية بالغربي. عائشة من المدنية. الله يبارك مرحبا بك عائشة. انا نحب كي نسمع هاد الاسماوات القدم عائشه فاطمه وي زهره يعني هاد الاسماوات تلقايهم مازالهم اونفا جو سوي لونسيان فوازين تاع ناديا نعم ناديا اون بليس جو سوي لونسيان فوازين تاع ناديا الله يبارك جارة ناديا القديمه الله يبارك الله يبارك مرحبا بك يبارك فيك يعيشك راكم منورين الشاشه فريمون ربي يحفظك حبيبتي منوره بكم بوفائكم الله يعيشك حبيت لا بروميير دي شوز حبيت نقول على هذيك لا ريبونس تاع السؤال يلا شوفي الاجابه على السؤال ماشي في الهاتف بدلنا يعني ماشي كيما شهر رمضان الاجابه دخلي لاباج اوفيسيال راني وريت لكم الصفحه الرسميه تاع قناه شروق تلقاي فيها العلامه الزرقاء هكذا واحد الشلطه الزرقاء دخلي تما وديري حطي الاجابه تاعك لانه اللي قايمين على هذاك البث المباشر هما اللي حنختاروا الاسنان باش تكون مصداقيه تامه معليش معليش هكذا حنا كي نشدوا نوار من بعد دقيقه قال لك راكم تدوا راكم تربحوا كذا تربحوا كذا فالبث المباشر وماشي مام فحنا اللي نختاروا هما اللي يعطونا الاسماء معليش باش تكون مصداقيه اكزاكتومون معليش تعرفي تدخلي بث المباشر عندك كل تسبيسي تو تويت يلا ان شاء الله ان شاء الله تكوني محظوظه معاكم ولا سيت ان بليزير ربي يخليك حبيبتي تعيشي ولا غير سيت ان بليزير ولا غير جيت تري كونتون كي حكمتكم حبيبتي احنا سعداء اكثر قولي لي وما كحلكش ما حبيتي تشوفي معنا وصفه هكذا انا جوري بيان فولي وكان ديروا لنا لا نوغاتين لا ان شاء الله لا نوغاتين لا نوغاتين خبلة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون حاضره معنا عائشه نعم ان شاء الله حبيبتي هذا واش تطلبي عائشه سيتو شكرا لك انا نشوفك الجلسه ونسى ثاني ربي يخليك شكرا وشاف شاف وسيله ولا اسمها مريم 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 شاف مريم فوالا الي غيونونت ثاني يسلمك ربي يخليك والله وانت مبروك عليك الله يسلمك تعيشي لا قبل عرس ان شاء الله نجوز 5 جويي نعطيك كل عدد برك فوالا ان شاء الله جو بون جورني بون كونتينياسيون ميرسي حبيبتي تعيشي شكرا لك الله يعيشك شكرا بيتو ان شاء الله ان شاء الله ميرسي شكرا ان شاء الله نعاود نسمع صوتك مره واحده اخرى الله يعيشك مع السلامه شكرا مع السلامه صح السلام يلا فيها طاقه ايجابيه وروح روح خفيفه الله يبارك عليها كما كل المتصلات اكيد بيتصلوا بهذا البرنامج وكل الجمهور زدتي الحليب تاعك وي زدت شويه فريمون قطره يعني يلا هذه ربما احنا خرجنا على المباشر لكن كما نقولوا راح تكون احترى في الدار دي فوا كي نكونوا ما عندناش زعما كميه محدوده زي ما نقولوا ما عندناش بالميزان 200 غرام ولا 300 غرام على هذه لازم نروحوا بالعقل بصح لازم نروحوا بالعقل ودي فوا ساغيف دي فوا وين نديروا بزاف تبان لنا راهي جاريه ومادا كي نبداو نعجنوا فيها تتلايم تمتم دونك فوالا شوفوا كي زدت لها فريمون قطره تاع الحليب شوفوا كيفاش ولا ديجا راهي بدات تخمر ما درتش حليب دافي وبدات اسكو هاد العجينه تحب نو ما تحبش العجينه بزاف يعني كي ماكسيموم 5 دقائق كي زعما كي تعجني بزاف 5 دقائق نتوما عجنوها واحد زوج دقائق ولا اللي عندها البيتران ديرها في البيتران ماشي بروبليم يلا راهي عند فاروق نعاودو نعطولو بيان سور هاي ليك العجينه كيفاش تجي شوف قلت لكم ديجا دوكا هي بدات تخمر هاي ليك فوالا
يعني ما تجيش طريه طريه وما تجيش يابسه فوالا تجي متلايمه وشنو تقعد طريه ماشي يابسه. دونك نجوزوا للحشو تاعنا نخليوها تخمر نغطيوها ونخليوها تخمر. انت عندك وجده بيان سور هاي اللي غير مغطيه وكامل. دونك هنا نجوزوا لافارس تاعنا. لافارس انا واش درت فيها هنا شريت شاورما هنا روحوا عند البوشي قولوا له يعطيكم شاورما راح يعطيكم هذه لحم الشاورما فوالا هذه هي قطعتها بالطول غسلتها بيان سور بالملح والخل مليح ومن بعد قطعتها بالطول فوالا قلنا عندي شاورما عندي حبه طوماطيش رحيتها هكذا عندي حبه بصل ثاني رحيتها عندي زيتون خضر عندي طرشي قطعته هكذا نبروفيتي بكم راهو الطرشي رخيص ماشي غالي دونك قطعته شرائح هكا طوال عندي عكري عندي فلفل كحل ملح هذوما الجبن نسحقو ومن بعد هذا المكان هذا واش نسحقو ماشي حاجه كبيره دوك هنا انا عطيت لكم هاد الفكره ولا هاد المكونات ابخي نتوما تقدروا ديروا غير طرشي وطوماطيش وحدهم تقليوهم مليح في الماء تزيدو لهم فخوماج ولا راح يجي في الزيت بلوتو قلت لك في الماء دونك العاديه يعني تاع الصيف ولا تحشي بها الخبيزه تاعك وتجي بنينه اخر ملي ديري الشحم ولا الحم ولا كل واحد واكيد كل واحد كذلك ثاني مقدور ومقدور بيان سور. يلا قلنا نعاودوا ربما الناس اللي هذا التحقوا بنا الخبز واش كان فيه كان فيه الكاس اللي دائما نعبروا به تاع حليب بدرجه حراره المطبخ مغرف تاع خميره الخبز مغرف تاع سكر مغرف ونص تاع الزيت خلطنا كامل هذه المكونات مع بعضهم بعدها ضفنا الفرينه ضيفوا الفرينه تدريجيا باش ما تدخلش على العجينه يابسه بزاف عجينه تكون متماسكه لكن ماشي يابسه وماشي طريه اللي تلصق لنا في اليد الحشو يبقى اختياري كل واحد واش يحب يلا لحقت لي فوالا دونك هنا نديرو الشاورما تاعنا طيب نزيدوها فلفل الكحل هنا الشاورما تحب الفلفل الكحل يعني ديروا فلفل الكحل وما تخافوش فوالا ندير فلفل الكحل نخليها تطيب شويه ومن بعد راني حندير الطرشي تاعي والطوماطيش نزيد نخليها تشرب ابخي نبدا ندير لي زيبيس تاعي فوالا هي ما طيبش تم تم ماشي كيما سكالوب ولا صدر تاع الدجاج ولا يعني تاخذ شويه وقت في هذا الظرف بعثوه لي دوك سيرفيس الملتي ميديا محمد كانون مسؤول على سيرفيس الملتي ميديا الف تحيه لهم لكل الفريق حمزه كل واحد باسمه ما نخاف نذكر اسمه وننسى اسم مسابقه الو شيف سميه ماشي يلا هنا راه عندي اربعه اسماء راح يلحقني الاسم الخامس تاع نهار اليوم اللي راح يختار كذلك اوتوماتيكيا كاين كما قلت لكم ومغلوقه لونفلوب الاسماوات من بعد تشوفوهم ما نقدرش نوريكم هكذا استنى نطول نضرب طله الصبر وريني نشوف استنى نخبي الاسم شوفي مختارين يعني استنى فش استنى نخبو هذا الاسم اسمعي هنا ما تزوميوش فيها بزاف لانه فيها الاسم واني خايفه الى نبين الاسم بعد رايحين يشوفوها يلا ايمان ما رانيش نسمع فيك واش راكي توصلي لي لكن خليني قلت لكم هادو اسماوات راهم هكذا عندي هنا اربع قسيمات كيما هادو دوك تلحقني الخامسه القسيمه الخامسه اللي يخيروها لنهار اليوم في ظرف هكذا كما كنتم تشوفوا جاء من عند سيرفيس ميتي ميديا هما اللي اختاروا الاسم اللي راح يربح بقسيمه الشراء المهداه اكيد من الواحه للتسوق اللي قيمته 5000 دينار جزائري فمن المحظوظ او المحظوظه لنهار اليوم خلوا هذا الظرف هنا حتى تلحقني الاسم الخامس يلا ورانا لاحقين مريم الشاورما درت بيان سور الزيت كان سخن مليح ابخي درت الشاورما تاعي ومن بعد زدت فلفل الكحل هذا واش درت لها خليوها طيب مليح بعد فلفل الكحل باش تشرب باسكو الشاورما تحب الفلفل الكحل دونك هنا واش راح ندير راح ندير بصل فوالا يلا عندنا اتصال استقبلوه مع بعض الو 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 مساء الخير مساء النور سميه لاباس مرحبا بك حبيبتي الحمد لله وانتيا لاباس الحمد لله كيف عصاب كان مليحة ربي يحفظك حبيبتي تعيشي شكون معايا ومنين ام جنى من ام بواقي ام جنى من ام البواقي اي مرحبا بك ام جنى كنتي تصلتي بينا ديجا نو
اتصلت بصح اول مره نحكمكم. عفوا. يلا محظوظين احنا بسمع صوتك. يعيشك ربي يحفظك. شكرا لك حبيبتي. لطف عليك. الله يسلمك تعيشي. يلا قولي لي ام جامعه كي حشمانه؟ مريم. الحمد لله. وانت يا وش راكي؟ أمل الحمد لله. الحمد لله يا ربي. يا سمية يا ريت روبيا والله راني نحبك. يا ربي يخليك حبيبتي تعيشي. الله يعطيك العافية. الحمد لله كي حشمانه تقول؟ شوي شوي. شوي شوية. شوي شوي. معليش حبيبتي يلا قولي لك شما تطلبي منا نقدمه لك؟ والله راكم كفين وموفين راني الحاجة المشكلة أنني شغل جديدة في الكوزينة راكم نافعيني الحمد لله. يلا كي تتعلمي كي تعودي الأطباق. الحمد لله راني نجرب شوي. الحمد لله الحمد لله ربي. والله نقول للشيف مريم نقول ربي يحفظك هذوك اليدين. ربي يخليك شكرا لك. ربي يحفظك بنوتاتك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي ربي يحفظك. أنت يا ربي هنيك إن شاء الله ربي يصلح لأختي. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شكرا لك. منكم حاجة؟ إيه؟ عندي أختي مريضة برك نحب اللي يسمعونا شغل يدعي لها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب ربي يشافيها. آمين إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يعينكم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يشافيها ويشافي جميع المرضى يا رب. آمين إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي. يلا مع السلامة أم جنة وشكرا على اتصالك. عيشك ربي يحفظك. مع السلامة حبيبتي يلا. اسم بنتها بزاف شباب جانا اسمها وترى الله يبارك شفتي ما شاء الله سوميه خديجه مريم هذوك الاسماء شغل تاع بحري مازالهم اكزيستيو كما قال اسمه سوميه مريم يركبوا في الكار والله يركبوا مرسيدس. يلا نعاود نرجعوا للطبق. واش درتي مريم؟ شوفي درتي لي زيفيس طلعوا عندي ديري جاتني الريحه تاع شفتي فطرتي ولا مازال ما فطرتي؟ مازال ما فطرتيش هايا ملي حكيت شمي واحد كيكون جعان ويشم الروايح بصح زعما اللي منحي الفطور انا بصح انا وليت معاك راني نفطر قولي ولا بصح صافا ما كاينش سمينه بزاف فاذا بديت شويه زيد البوا مريت بزاف. دونك واش عندنا؟ قلنا في الشاورما كنت درت شاورما درت الزيت ودرت درت زيت يسخن درت شاورما تاعي درت معها فلفل الكحل كثرت لها شويه فلفل الكحل ومن بعد قليتها مليح في هذاك الفلفل الكحل زدت عليها البصل زدت عليها طوماطيش مسكرفجة ثاني بصل كان مسكرفج زدت عليها ليزيبيس ملح فلفل الكحل وعكري ومن بعد زدت عليها طرشي كنت قطعته هكذا بالطول ونخليهم يطيبوا كامل كوم البصل حيطلق الماء ديك شاورما ثاني كيف كيف طرشي ثاني دونك كلش حيطيب لنا في ماء هنا منسيي ما نديرش الماء غطيوها ولا سيو نقصيو نقصوا النار تاعكم باش ما تزيدوش طيب في البخار ولا طيب في طيب في روحها كيما نقولوا هما يطلقوا ماء نتوما برك كي تشريو الشاورما قولوا لي يعطيكم شويه فيها شحم ماشي بزاف مي اون بارتي هكا فيها شحم باش هذاك الشحم يطلق لنا البواخر هو لحم الدند هكذا هو لحم الدند برك كي تقولي له شاورما يخير لك دي بارتي لي بارتي كونو شابين شغل صافيين قولوا له برك يعطيكم شويه شحم اللي يحب الشحم وليدام وكامل راح تجي فطيره محشيه وفيها شويه ليد شويه ليدام ماشي بزاف موت على ليدام مريم تموت انا نحب نحب ناكل هكا عفسه ميدما ميدما ماشي دونك فوالا ولا بات كيما كنتو شفتو كنا شفنا فيها ديجا درت فيها كاس حليب درت فيها مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز درت مغرفة كبيرة تاع السكر ومغرفة ونص زيت خلطتهم الحليب الزيت السكر والخميرة خلطتهم كامل كيف كيف ومن بعد تزيد زيت عليهم في الفارينة وما تنساوش الملح الملح ديرهم توجور مع الفارينة تاعكم فوالا يلا كان اتصال ناخذوه ولا نخرجوا اول فاصل يلا نخرجوا اول فاصل اشهاري مشاهدينا الكرام بعدها حين نعاود نولي لكم ونعاود لكم الوصفه واش كان فيها. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا نعاودوا نجدوا تحيه وترحاب على كل المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا الان والتحقوا بنا في هذه اللحظه دائما نتواصل معكم في برنامجكم الو شيف في خدمتكم في هذا البث المباشر رقم الهاتف اللي يظهر اسفل الشاشه في خدمتكم عيطوا لنا قولوا لنا واش راكم حابين تشوفوا معنا الناس اللي ربما حابين حلويات الناس اللي حابين اطباق يعني صيفيه خفيفه ما عليهم الا الاتصال يلا مريم الشيف مريم كانت دارت لكم اليوم الفطيره المحشيه اللي طلبتوها والحشو تاعها كان بالشاورما وبعد الخضر فوالا هكذا
يلا احنا نعاود لهم الوصفه واش كان فيها. نبداو بالعجينه. قلنا العجينه واش كان فيها؟ كان فيها كاس حليب ما دفيتو ما والو، درجه حراره الغرفه كيما شريتو حطيتو كيما شريتو فوالا. لازم نهضروا لا فيغيتي باش يعرفوا كلش. نحب كي نمد وصفه نمدها بلا دقيق لانه راهي سخانه. فوالا لانه راهي سخانه. هذا ما كان دونك عندي كاس حليب ماشي دافي. مليحه هكذا. هيا كاس حليب ماشي دافي، درت فيه مغرفه كبيره تاع خميره، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه ونص تاع زيت. خلطت كلش ومن بعد بديت نزيد في الفارينه بالعقل. الفارينه حتى وين تتلايم لكم العجينه تقعد تتلاصق، ماشي تيبس كامل. معليش ولا شتوها يبست لكم زيدوا لها الحليب ماشي بروبليم، يعني لا غلطتوا لا ماشي مشكل، ديروا لها الحليب. ما تنساوش الملح. هذه بالنسبه للعجينه. لا فخس تاعها الشاورما واش عندنا؟ كنت شريت شاورما كما قلت لكم، درت الزيت في المقله، درته يسخن، زدت عليه الشاورما وفلفل الكحل وخليتها تتقلى شويه في هذاك فلفل الكحل. ابخي زدت عليها البصل، زدت عليها طوماطيش وخليتهم شويه فريمون شويه يتقلاو، وزدت عليهم عكري فلفل الكحل والملح، ومن بعد زدت عليهم طرشيك وتقطعتوه هكذاك طويل. هذا ما كان. وعندي هنا طوماط كونسونطري ولا طوماطيش تاع البواط، راح نزيد شويه برك باش تعطيني العكوله وتجيني عقده. هذا ما كان. نبداو ديراكتومون في العجينه ولا دوك واش ندير؟ دوك نستناو هذه طيب باش باسكو العجينه راهي واجده يتخمل. ومن بعد نجوزو نديرو هذه طيب، ومن بعد نجوزو الكاطو تاعنا نديرو شوكولا. خير يلا اذا كاين اتصالات تعطيني اتصالات. وخلوني كذلك نحيي الفريق اللي يخدم معايا هذا الامسيه اللي راهو في خدمتكم. نبداو باكيد المصورين اللي راهم هنا في درجه الحراره جد مرتفعه والريحه، ونقول لكم شي دايره حاله كل واحد فيش راه متشبط كما نقولوا هنا، وراح يدي لكم في لي بلون. نبدا فاروق دائما حاضر معنا. فاروق راك صايم اليوم؟ فاروق صايم بالخميس وسخانه واكيد يخدمكم صيام شهرين ان شاء الله ربي يتقبل منكم. رضوان انامي دائما في الخدمه. رضوان لا ما صايم زوج جاي تتفرج وراهي تمركي في الاطباق تعاودهم في الدار، فاكيد راك محظوظ تاكل هنا وتزيد تاكل في الدار. يلا نستقبل الاتصال نعاود نكمل لكم فريق لهم معايا نهار اليوم. الو 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 سميع مساء النور. الو مساء النور مرحبا. يسلمك يا سي سميع. وي حبيبتي مرحبا بك. شك سميع كي لاباس؟ والله الحمد لله. وانتيا؟ هاكي كيفاش الله يبارك. يبارك فيك شكرا. مبروك عليك سميع. الله يسلمك حبيبتي تعيشي يبارك في يامك. حاولنا ان شاء الله عليك حاولنا ان شاء الله يا رب. يلا قولي لي شكون معايا ومنين؟ عاوزيني سمية. ان شاء الله عاوزيني ان شاء الله. قولي لي شكون ومنين؟ تقطع الاتصال. شكون كانت معنا ايمان؟ اكيد سمعي ايمان. شكون كانت معنا؟ حوريه من الصيف. يلا معليش تحياتنا ليك حوريه ان شاء الله تعاودي مره اخرى وتحكمي. يلا مريم كسري لنا الماء حبه حبه اختي ما عندناش الحال وشاف روحي حبه حبه. صافي دي فما تصير علي في الدار. يلا معليش دونك فوالا طارت لغطيوه لغطيوه. يلا هذا هو المباشر وهذا هو يعني احنا دائما على عادتنا وتشوفوا كل شيء يصراو لي ديكا في الصراو لي ديكا ما تنقصش علينا كي كوطا ولا شفت كاع غير سلامات. يلا نعاود نذكركم قلت لكم فاروق رضوان دائما في التصوير، ذكر سعيد سعيد ربي يخلي ايامك كلها سعاده. يزيد سعيد ويزيد حاضر معنا دائما وفي خدمتكم. هذو اللي كادر غلاهم معايا هنا نعيمه في مساعده الشاف اكيد. مخرج الحصه يوسف تيغرم حاضر معنا دائما في هذا البرنامج باللمسه والابداع تاعو. اليوم ما درتش كات بلون راك كسول اليوم شويه يوسف. يلا كذلك تخدمكم في الصوت ايمان بن مداح ومسؤول بلاطو رضوان كسري، ولا ما نساو في التجميل هجرة تركي اللي نوجهوا لها التحيه. يلا مريم ورانا لاحقين نعطيك غطيوه واحده اخرى نبدلوا لك. سي بون بديت غطيوه واحده اخرى. هذه من بعد نسد مواضيع هذه سخونه برك ما نقدرش نفتحها. يلا منين داك هذا الماء المغسيل مغسيل يدي فيسا وشغل ايه ولا راه على بالك لا ميم شوز. انا عندي لاكوكوت على الدجاجه ثقيله طالعه البيت من تحتها وما شفتهاش لاكوكوت. شتي وين خافي لا تخرج لا لا ولات كاع نطيب فيها نقعد نستنى دوك الطيب دوك الطيب ما طيبتهم دوك الطيب ابخي في الفيس ما كاش ميم با صح. دونك
ساغيز نورمال اكيد. يلا قلنا اليوم خبيزه محشيه كما قلنا في الوصفه الاولى تاع العجينه كما قالت الشيف مريم. قام قالوا لي بزاف نسيتوا الملح، الملح نضيفوه مع الفرينه. درت في العجينه درت لها الملح. دونك شوفوا هنا لا طابت ولا لا لا، بس قلت لكم تاخذ شويه وقت في الطياب. يلا سينو نمروا لل سي بون خلاص نقصلها خليها تنجمم. فوالا يلا التعليقات كلها راهي حلوة قهوة العشية تكون سهلة يا سمية إن شاء الله لما لا. يلا أعطونا وصفات واش راكم حابين كذلك مع الإجابات اللي راكم تحطوها. يلا نستقبلوا الاتصال مع بعض. ألو 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 مساء النور. مساء النور شاكي سمية. دوك نقول لك شكون أنت؟ عيطت لك. سلام البويرة. الاسم اسمك 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 نسيت هكذا يا اخي. نعم بالبويره هاد اللي مشي قطر قطر النعده وقيل لا لا. اي نعم هي قطر النعده نعرف الصوت تاعها. مرحبا بك. واش راك؟ الحمد لله. ذكريني فقط باسمك. مروه قطر النعده. مروه قطر انقطع الاتصال. قطر النعده من البويره على ما اظن. تحيتنا ليها ان شاء الله تعاودي تحكمينا مره اخرى وشو صار في الاتصالات يتقطعوا ان شاء الله ما يكونش المشكل من عندنا فقط هكذا باش نعرفوا على الشاورما تاعي راهي طابت. اما تقالت لي لا لا ماشي من عندنا انا ريفوندي من عندهم احنا خاطينا هنا انا هنا. فوالا الشاورما تاعي طابت سي بون. باش نزيد عليها نزيد عليها زيتون خضر. نزيد عليها غير شويه باسكو راني حندير لها من الفوق زيتون خضر فوق لاباط حندير زيتون خضر. دونك هنا ندير غير شويه كما قال لي يوسف هذه غير شويه هذه البارح تاع البارح شويه تاعك فيها بزاف. قال لك على حساب اليدين على بالك الا كانوا يديك كبار تمدي على حساب اليد. سي سي على حساب قول لك يدين لي زارتيست يدين زعما هذوك علاش يقول لك زعما يديها باين باليدين تاع عجين زعما كيكونوا مدبزين فهمتي؟ لا شابين يقول لك على حسب اليدين كي تكوني كي يكونوا يديك كبار ميم الكاطو تاعك ولا عفسه تخدمي حاجه كبيره ما تعرفيش تخدمي حاجه صغيره. وكاينين هذوك اللي يديهم صغار يخدموا عفسه متحوفه. عسيها دوغي نافون شوفيها وتشوفي. انا عندي شغل فكره انه كاين اللي شغل في الكرم تاعي المهم الكرم تاعو شغل انا حتى يعني كما قلت لك البارح حتى كي زعما نحب نمد صداقه ولا نمد عفسه ولا نمد طبسي تاع كاطو ولا ما نقدرش ندير زعما هذيك تاع حبه حبه ولا فتاته فتاته. ديري فوالا فوالا خطو يدي ماهوش كبار راهم صغار دغير تحطو عادي يديك انت كيما انا يدي شويه خشان بصح رايحين بالطول فوالا. انا ما شفتش العظافر يدك طويله على يدك طويله على يدك والله يدك كل العظافر. اسمي ها قد قد شوفي تفرجتي كامل شوفي دفري شوفي سبعي هذاك دفري الاصلي حقيقي شغل ماشي ريفوزون. الوغ يلا العجينه تاعنا هاي ليك شوفوا كيفاش خمرت بعد ما خمرت تولي باينه بلي خفيفه العجينه خفيفه. دونك هنا عندي فارينو يربك لي غون. يلا هذه العجينه اللي قلنا كنا حضرناها باش نستعملها فطير خصك لي غون. ما كاش لي غون هنا. يلا لازم ضروري تستعملوهم. ماشي ضروري بصح علاش دونك لاباط تاعي هاي ليك. يلا لاباط اللي قلنا كان فيها كاس تاع حليب درجة حرارة الغرفة مغرف تاع خميرة مغرف تاع سكر مغرف ونص زيت والفارينة لموها بالفارينة خلطوهم ولموا بالفارينة تدريجيا وفي الفارينة نزيدوا الملح الملح بارو. يلا نقسموهم لاثنين نقسموها على زوج باسكو حنديرها محشيه دونك حندير طبقه من الفوق طبقه من تحت وطبقه طبقة من الفوق من الفوق فوالا. دونك عندي هنا المول تاعي هاولي في المول نديروها وي نديروها في المول. يلا قلنا الحشو يبقى اختياري كل واحد باش يحب يحشي الفطيره ديالو. ندهنوه المول ولا نخلوه هكاك؟ انا مول تاعي هنا ما يلصقش حندير له غير شويه تاع الفارينه. انتو هما الا مول تاعهم ما يلصق يديروا بابي كويسون ولا يديروا الواحد يعرف معنو فارينه زيت ومن بعد يديروا فارينه ولا زبده وفارينه كل واحد يعرف معنو فوالا. يلا اتصال اخر. الو 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 مساء النور.
مساء النور. مرحبا. مرحبا بكم. الله يسلمك. شكون معايا ومنين؟ ام هديل من مشتغالم. ام هديل؟ نعم. مرحبا بك ام هديل وكامل الناس من صغالم. الله يسلمك اختي، الله يسلمك. كل مره نتصل بكم ما حكمتش، اليوم راني حكمت. يلا كي محظوظه ما تعينيش روحك ويتقطع لك الاتصال. محظوظه بكم ان شاء الله، ومبروك عليكم. الله يسلمك لك وربي يكمل لك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك حبيبتي. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا قولي لي شو الناس من صغالم كيش بحر. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي، وانتم معكم يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. يلا كي تعاودي في الوصفات؟ كيف راكي تعاودي شويه الوصفات على البرنامج؟ نعاودو دائما، انا نعاودو ما شاء الله. الله يبارك يبارك ما شاء الله ما شاء الله يبارك فيك حبيبتي. كيش ما كي حابه تشوفي معنا؟ نعم. كيش ما كي حابه تزيدي تشوفي معنا طبق ربما مازال ما درناش؟ الله يبارك الحاجه اللي نحبوا هكذا نديروها ولا نلقاكم درتوها ما شاء الله. نسيو نسيو الوصفات تبعكم كم يعجبونا ويخرجونا ناجحين ما شاء الله. ربي يحفظك. شكرا لك. يحفظكم انتم ثاني وبارك الله فيكم وربي يجزيكم خير. وفيك بركه. شكرا. عفوا عفوا. السلام عليكم. شكرا على اتصالك. وعليكم السلام حبيبتي. شكرا. ربي يحفظك. شكرا. الله يسلمك. على العائله والناس من صغالم. مع السلامه. يلا مريم رانا لاحقين نحرقنا التارينا برك نعي الحلال نعيمه. يلا الحلال وزيدي واش خصك عفسه واحده اخرى. هذا ما كاين ليغون سي بالا فانا نوش بخير. خلاص سي بون ليغون. هو يلا زيد واش نسمع. يلا دقيقه مريم عاودي لهم فقط الحشو واش كان فيه. انا نجيب لك الوغ الحشو تاعنا واش نسحقوا. قلنا عندنا شاورما، كنت درت انا الزيت في المقله درتو يسخن، زدت عليه شاورما فلفل الكحل خليتها تتقلى شويه، ابخي زدت عليها ميرسي سميه، ابخي زدت عليها البصل كنت سكرفشتو، طوماطيش ثاني مسكرفجه، زدت عليها ملح فلفل الكحل وعكري خليتهم يتقلاو مليح، ومن بعد زدت عليهم طرشي كما كنتو شفتو انا قطعتو بالطول، نتوما قطعوا الشكل اللي حبيتو. زدت عليها الطرشي وزدت عليها ابخي ما تقلات مليح وشفت هذيك الشاورما بدا يدخلها طياب، زدت عليها ملعقه تاع طماطم مصبره. دونك هذه هي، ونخليها تطيب وتتجمر في الاخر تاعها. دونك نحل هنايا قيس المول تاعي نرقو نخشنو. فوالا ما دو بريفيرونس ماشي ما نرقوهاش وما خشنوهاش، فهمتيني؟ ما تجيش معجنه داخل؟ لا لا ما تجيش معجنه داخل. نو حتى في الفوق بيان سور. هادشي معلوم. يلا هكذا راكم تشوفوا كيفاش في الفطيره اللي حنديروها. فضلت الشيف مريم انها تكون في المول وتطيب في الكوشه هكذا. راني زيت مي يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 وي الو وي. مساء النور. مساء الخير. واش راكي؟ صافا الحمد لله. نتوما؟ الحمد لله. شكون معايا ومنين؟ الو نسمع في صوتي يتعاود. بالك راكي زايده التلفاز؟ لا لا نو راكي بعيده على التلفزيون. انا نسمع، انا ثاني نسمع في صوتي كي قدام التلفزيون. نو وين مقابلاته؟ هاي كي مقابلاته وتشوف فيها وتسمعي فيها من التلفزيون تجي من التلفزيون. طيب فوالا نسمع فيك. نشرت لاني حكمت فمتي ساعة الفترة هذيا. شوفي حبيبتي نقصي فقط جهاز التلفاز، نحي كامل الصوت من جهاز التلفاز، شوفي ليماج وسمعيني من الهاتف. داكور. لأنه حتى صوتي أنا راهو يتعاود هكذا ما نقدروش نتواصلوا مع بعضنا. داكا نشرف بكم في حتى الوشيط. يلا قولي لي شكون ومنين و... من عنابة. نهان معكم من عنابة. من عنابة مرحبا بك. ناس عنابة عزيزة علينا بزاف. الو الو يلا شكون من عنابة؟ شكون شكون معايا من عنابة؟ وي وي نسمع فيك. دوكا نفرج روحي ولا نسمع روحي؟ نهان من عنابة. حبيبتي رجاء نقصي التلفزيون كاع نحي لو صون ولا بعدي عليه. فوالا هاكا سمعتي؟ انا راني نسمع فيك تخي بيان، برك صوتي راهو يتعاود ما نقدرش. انت كي تسمعي من التلفزيون انا نهضر.
فوالا. حبيت برك نسمع الشيف اللي معاك برك، حبيت تضغطي على الوصفه تاع رغيف هذيك الحبيه. يلا اتفضلي. الو وي الوصفه تاع الرغيف اللي حبيها. والله ما فهمتها الوصفه. وصفه تاع الشاورما تاع الفطيره. وي واش بيتي واش حبيتي نعاودوها لك؟ وي تعيشي دوك دوك غير تقطعي نعاودوها لك كامل. اختي حبيت نهدي اهداء لامامون تاعي والناس الكل اللي نعرفهم. تعيشي. يلا ان شاء الله يكونوا في الاستماع. شكرا لك. مع السلامة. شكرا. سلمي على الناس على النابة. مع السلامة. شكرا. دونك فوالا كيما شفتوا كنت حليت العجينه انا تاعي. واش درت؟ طلعت لها شويه الحواف هذا هكذا باش كي ندير العجينه الاخرى راح يجي فوق نغلقوها. فوق نغلقوها. نقدر نغلقوها. هنا واش راح ندير؟ عندي هنايا بيض بيض وحليب، حبه بيض وحليب، راح نضربهم شويه بالفرشيطه ونجيب بانسو راح نجوز البيض والحليب كامل على الحواف. هنا شغل نديرو نغلقوها. فوالا شغل ندير غيرها. حبه بيض كامله وشويه تاع حليب. اه شويه تاع حليب. تخي بيان حتكون كغيره. يلا هنا حنعاود الوصفه للسيده اللي اتصلت بينا من عنابه. العجينه واش كان فيها؟ قلنا كان فيها كاس تاع حليب، حليب العادي ماشي سخون ماشي بارد، درجه الحراره تاع المطبخ، كاس تاع حليب، مغرف تاع خميره تاع الخبز، مغرف تاع سكر، مغرف مغرف ونص زيت. نخلطهم كامل مع بعضهم، بعدها نضيفوا كميه من الفرينه حتى تلملنا العجينه. كي نضيفوا الفرينه نضيفوا معها الملح ونلموا العجينه تاعنا، ما نلموهاش يابسه بزاف وما نلموهاش لاصق في اليدين، نخلوها تريح حتى تخمر. كي تضاعف الحجم تاعها ويطيب لنا الحشو تاعنا اللي كنا درنا الحشو تاعو، درنا الشاورما، هي فضلت انها تدير لحم الدند ولا شاورما اللحم، درناها مع البصل، قليناها بالبصل وزيد فكريني البصل. البصل طرشي طوماطيش عكريم ملح مصبره، طماطم مصبره، وزدت لها شويه تاع الزيتون، هذا سي اختياري. هذا هو راكي تشتي. حلينا الطبقه الاولى على شكل دائري بحجم المول اللي راح ندخلوه في الفرن ديالكم. طلعت لها فقط الحواف تاعها. كي طلعت لها الحواف درت شغل لاكول في الحواف هذوك اللي هما لصقه اللي هي حليب وحبة تاع بيض، خلطناهم بالفرشيطه وراح تغلق عليها من الفوق. هذا ما كان. دونك انا درت لها جبن ابيض ودرت لها جبن الشيدر، هنا كنت رابيتو. هاد الفطيره تحب بزاف الفرماج، يعني يديروا لها الفرماج. فوالا سي. وكي ديروا لا فارس تاعكم ما تطلقوش، ما تخليوش هذا الاطراف هذوما ما تقيسوهمش بلا فارس تاعنا. هذا ما كان. يعني لا فاس تكون في الوسط. فوالا لا فاس تكون في الوسط، ما نقيسوش الاطراف باش هكذا كمان ما تلصقلكمش في المول تاعكم. مريم ديري فقط حسب الوقت اللي التحليه راهي 19 دقيقه. فوالا خلاص سي بون، ديروها برك طيب. شحال تقعد درجتها؟ شحال تقعد؟ تطلع درجه عاليه تاع الفور وحتى طيب لكم. سا ديبون كل وحده وال انا عندك طبيعتي كي يعطوني حلال واحد اخر ما نعرفش. ما نعرفش الحلال تاعي. جبت الحلال تاعي ميزان تاعي صح. يلا اتصال اخر. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. كيف امي؟ تعرفي شحال من ولا ثمانيه نهضر معاك، راني فرحانه حبيبتي. شكرا لك يا الغاليه. والله راني فرحانه. انا ام فردوس من عين تيموشن. شكون ام فردوس؟ ام فردوس من عين تيموشن. الله يبارك. من عين تيموشن. والله راني فرحانه. تعرفي شحال نبغيك 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 نموت عليك يا عمري. الله يعطيك نفس منها حبيبتي. تعيشي. والله هنا نبغيك. راكم دايرين مع سخانه غايه. الحمد لله الحمد لله. كراي شات مريم شات ماديه. الحمد لله يسقط عليك الخير. وانتي واش راكي؟ والله انا الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. والله انا الحمد لله. بارك الله فيكم على كاع اللي راكم ديروه. وفيكي بركه. وربي ان شاء الله يكمل فرحتك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وانتي عزيزه وكاع الناس يبغوك ما شاء الله. حوجه 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 الفطوري خالص. والله العظيم سلفي سلمي لي على الشيف ناديه والشيف مريم. ما شاء الله عليها عندها وجه بريء. ربي يحفظك. شكرا لك. والله عندها وجه بريء. ربي يخليك. شكرا لك. الله يبارك يسلمك. ربي يحفظك ويخلي لك بنياتك ان شاء الله ويصلح بيهم. انا عندي زوج بنيات. ربي يحفظهم ان شاء الله يفرحك بيهم.
يسلمك بارك الله فيكم ربي يحفظكم ربي يعاونكم وسمية تموت عليك والله لا نبغيك يا ما كي بنتي في الدار تموت عليك يا عم ربي يخليك حبيبتي تعيش صافي صافي من فرحتك ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي الله يعطيك مثل السلامة بارك الله فيكم سلامة شكرا مع السلامة سلمينا كمان على العائلة شكرا ربي يحفظك بارك الله فيك حبيبتي شكرا يعاونكم ان شاء الله شكرا تعيشك سلامة اختي مع السلامة شكرا يلا ورانا لاحقين دونك شوفوا كي ديروا لاباج تاعكم كي ديروا العجينه تاعكم الفوقانيه اوتوماتيكمون حيدخل الهواء دونك واش ندير ندير هكا ثقبه بالموس ومن بعد نخرج هذاك الهواء نسي نخرجه كامل ونعاود نغلق هذيك الثقبه فهمتي ما نثقبوش سي سي نثقب زعما هكذا انا ثقبت دوكا ومن بعد واش ندير نسي لا يمكن هذاك الهواء نخرجه من هذه فهمتي دونك فوالا من بعد نعاود نغلقها دونك ديجا راني حندير الزيتون من الفوق وكامل دونك هادو ما مش حيبانوا لي في الخبزه تاعي ما تخافوش تطلعوا نو لا لا ما تطلعش ما تخافيش باسكو فيها الزيتون فيها دونك هنا واش راح ندير حندير هذاك الحليب والبيض نعاود ندهنوا به سيو ما تقيسوش المول تاعكم باش ما تلزقش يلا اتصال اخر الو 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 مساء النور مساء النور اش راكم واش راكي لاباس عايشك الحمد لله شكون معايا معاك كنزه من خنفلة كنزه شحال في عمرك 28 شغل شغل جيت ناديك على متعجب تاع معروف 28 كنزه نعم الله يبارك عم بالي طفله صغيره هضرت معايا والله مرحبا بك كنزه هذيك الغاز جيتي تهبلي صح عندها الحق قالت لك واتاك الغاز جاك تهبلي شكرا لك حبيبتي تعيشي ربي يحفظك الشات اللي معاك تهبل تهبل اللي ربي يخليك خفاش الله عليها ربي يحفظك شكرا لك نحبكم ونحبكم بزاف وش حنقول لكم راكم محطه ربي يحفظك حبيبتي ربي يحفظك وما حبيتي والو نقدموا لك وصفه من لك وينك ويرزقك ذريه صالحه ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ندعو لي انا ثاني يرزقني بالذريه الصالحه ان شاء الله يا رب متزوجه انا امين ان شاء الله ربي يسقيك بالذريه الصالحه ان شاء الله امين ان شاء الله ما نطولش عليكم راكم تبلوا وصفات تاعكم يسخفوا وكل تاعكم مليح ما عندي حتى حاجه نقولها راكم تبلوا ربي يحفظك حبيبتي شكرا لك في امان الله شكرا تعيشي مع السلامه باي باي شكرا يلا جمهور رائع جمهور على وجهه ما شاء الله عليه زين تحرى الله الله شتي فاروقه راك صايم تخافش نعطوك حق فوالا دونك هكذا وندخلها تطيب في الفرن ندير لها برك هكذا باش يجوني هذوك شحال قلنا تقعد في الفرن حتى طيب حتى طيب ديروا برك درجه حراره عاليه انا نخدم علينا حنا طيب زعما حتى نكملوا حنا طيب طيب تمتم باسكو لاباط خفيفه ماشي يلا ديجا الفرن راه سخون قلنا درجه الحراره العاليه كامل الفرن تاعكم ديروها هكذا نورمالمون شوفي دي برك الفرن راه شاعل باسكو كان شاعل ومن بعد زعما انا نشوف انا ما بالكش ما تطفو نو اه نو او تعرفي كان شاعل وطفى يلا معليش نروحوا للوصفه الثانيه دوك يشعلوا لنا الفرن نروحوا للوصفه الثانيه للتحليه هكذا باش على جال الوقت خلاص هادو ما تحقيهمش لا اه خلاص هادوك سيرجو يلا نروحوا للتحليه قولي لي عاودي ذكريني باسم التحليه تحليه نموينو شوكولا نموينو شوكولا هذا الكاطو قلنا بزاف هايل وسورتو للدراري القهوه تاع العشيه ثاني مليح اقتصادي فوالا سورتو انا جو بونس الكاطو اللي فيه شوكولا ماهوش اقتصادي شويه لا شويه هو كما يكونش اللوز والجوز وهذوك على كل حال صح هذوك اللي غاليين بزاف يلا تعليقاتهم كاينين مازال عندكم الحظ انكم تقدروا تجاوبوا تقدروا تشاركوا اليوم راكم ما كنش بزاف راكم 563 فقط واحد راه يشاهد فينا يلا كثروا البارطاج كثروا الجامعة على الصفحه
هكذا مازال عندكم الحد حتى نخرجوا فاصل. بعد الفاصل خلاص يكونوا خيروا الاسم وخذيت انا الاسم من سيرفيس ميتي ميديا ونعلنوا شكون الفائز او الفائزه اللي معنا نهار ان شاء الله. يلا نسحقوا الباتر. الوغ هذا المويلو شوكولا تاعنا هذا ما نسحقوش سي بون. يلا واش تسحقوا فيه كامل؟ عندي ثلاث حبات بيض. عندي لا ماشي مسيباري، ثلاث حبات بيض على حالها. عندي ثلاث حبات بيض، عندي 100 غرام سكر، عندي 100 غرام فارينه، وعندي هنايا 200 غرام تاع الزيت مع 200 غرام تاع الشوكولا نوار، هذوما راح نذوبهم كيف كيف. دونك نجيب شوكولا نوار. فوالا. يلا الشوكولا راح نستعملوه فيه. شوكولا سوداء هكذا شوكولا نوار للوجدان هي اللي حد تعملها في التحليه تاع اليوم. هنا اللي ما يحبوش الزيت وحبوا يبدلوا لا مارغارين يديروا 140 غرام تاع مارغارين. دونك 140 مارغارين و200 غرام تاع شوكولا. هذه شحال فيها؟ فيها 250. فيها 250 دونك نحوم منها شويه. يلا اتصال. الو 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 مساء النور. اهلا بكم. وعليكم السلام. مرحبا. الو مرحبا بك. شكون معايا؟ سمية. وي حبيبتي مرحبا. شكرك سمية لاباس؟ والله الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله. انت انا كبير راني نهضر معاك. لا لا حبيبتي وعلاش مرحبا بك. انا فاطمه الزهراء مشلف. فاطمه الزهراء مشلف ولا الزهراء؟ فاطمه الزهراء مشلف. فاطمه الزهراء مشلف مرحبا بك فاطمه الزهراء. الو فاطمه الزهراء يلا كي تسمعي فيا من التليفون ولا من التلفزيون؟ نسمع فيك من التليفون. يلا حبيبتي انا نسمع فيك مليح. من انا ملي نهضر معاك سميه حبيبتي ربي يحفظك. والله نحبك نحبك بزاف. يا عمري الله يعطيك ما تتمنى يا حبيبتي. شكرا لك. وشات مريم واش راكي؟ والله الحمد لله. وانتي يا واش راكي؟ والله الحمد لله راكي منورتنا. ربي يخليك. شكرا لك ربي يحفظك. الله يسلمك يعيشك. ربي يحفظك. يلا فاطمة الزهراء. أنا كاش ماكي حابة تشوفي معنا وصفة؟ راكم مكمسين وممشين الحمد لله يا ربي. ربي يحفظك حبيبتي تعيشي. راكم وصفات هايلين. الحمد لله. وراكي تعاودي شوية؟ خطرات. أكيد على حساب واش يكون عندنا في الدار واش يكون متواجد. ايه كي يكون عندي في الدار ندير، كي ما يكونش عندي ما ندير. معليش حبيبتي معليش. احتفظي بالوصفات من يدك يكون عندنا ونعاودوا نجبدوا هذاك الكراس ونجبدوا هذوك الوصفات. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. هيا مع السلامه وبغي تسلم ناديه. يبلغ ان شاء الله تكون تشاهد فينا وتتلاقاو بها نهار السبت ان شاء الله. ان شاء الله. سلمي لي على ناس شلف على العائله. هيا مع السلامه. مع السلامه شكرا. شكرا. يلا قلنا للتحليه استعملنا شوكولا الوجدان هذه السوداء. وزيدي درنا فيها درنا 200 غرام شوكولا و200 غرام تاع الزيت. قلنا الا استعملتوا لا مارغارين ديروا 140 غرام مارغارين و200 غرام شوكولاته. من المستحسن انه تستعملوا الزيت ولا مارغارين؟ من الامن المستحسن انه تستعملوا لا مارغارين ماشي زيت. انا هنا درت الزيت كوم كاتو اقتصادي اقتصادي. دونك ديروه بلا مارغارين خير راح يجيكم بنين خير. وما تسحقوش بزاف لا مارغارين تسحقوا 140 برك. دونك فوالا هنا الشوكولا تاعي والزيت راهم ذابوا. وهنا احنا الزيت شحال درنا؟ درنا قلنا 200 غرام تاع الزيت و200 غرام شوكولا. الا درنا لا مارغارين نديروا 140 غرام مارغارين. هنا مانيش حنطلع بزاف يعني خلط برك باش يتخلط لي شويه. هذا ما فوالا دونك خلطتو برك باش يطلع لي هذيك الرغوه. دوك هنا راح نزيد. هنا البيض درنا اربعه. درنا ثلاث حبات بيض و100 غرام تاع السكر. هنا راح ندير الشوكولا تاعي مع الزيت. ماشي سخونه بزاف. كي ديروها سخونه ما عندهاش بروبليم. مولفا نديرها سخونه كي يكون مزروبه ولا مولفا نديرها هكاك نورمال. بصح دو بريفيرونس تخليوها تنحي هذيك السخانه الكبيره كامل. هذا مثلا. دونك فوالا. نخلط شويه ونزيد عليه 100 غرام تاع فارينه.
هنا اللي خافت ما يطلع لهاش الكاطو تاعها مليح تزيد عليه مغرفه صغيره ولا نص مغرفه صغيره تاع خميره داكو دونك هنا في الشويه فوالا فوالا ما يسحقش لا لا ما يسحقش علاش قلت لك ساهل و ما يسحقش يلا قلنا درنا ثلاث حبات بيض كاملين زدنا لهم شحال سكر 200 غرام 100 غرام 100 غرام تاع السكر خلطناهم بالباتر شويه ما يسحقوش انهم حتى يطلعوا ذوبنا في كسرونه شوكولا نوار ايه شوكولا نوار مع مع الزيت فوالا شوفي الخليط دوكا برك هكذا هكا راهو يشهي بلا صح بلا ما يطيب بلا ما نديرو له انا هنا خيرت ندير هذا المول نتوما ديروا المول اللي تحبوا اليوم راني ناويه نقلب الدنيا دونك هاوليك الكاطو هاد انا طيبت فيه هاد المول شوفوا الكاطو كيفاش حيخرج دونك حيخرج لكم هكذا انا حنغلاسيه بالشوكولا من الفوق فوالا دونك ندير يلا قلنا الخليط تاعي نديرو يطيب على 170 درجه يطول وشنو يطول شويه في الفرن يديكم حتى ل 20 دقيقه لانه جاري شغل فوالا ما فيهش بزاف فرينه ما فيهش بزاف فرينه دونك كيف فيه الشوكولا صافي يلا نعاود نذكروا قلنا ثلاث حبات بيض كاملين 100 غرام تاع السكر نخلطوهم مع بعضهم في كسرونه ندوبوا شوكولا نوار 200 غرام اذا درنا الزيت نديروا 200 غرام تاع شوكولا نوار 140 و 200 غرام زيت لا لا 140 مارغارين و 200 شوكولا الا ما عندناش الا حبينا نديروا لا مارغارين والزيت الا درنا الزيت ما نديروش زيت كي نديروا اكيد تقولي لي كي نديروا كي نديروا مارغارين 140 شوكولا 140 فوالا 140 مارغارين و 200 غرام شوكولا اه ولا درنا الزيت ولا درنا الزيت 200 200 اه هنا كنت نقول في الزيت اه قلتي نعاودوا ما قلتش نعاودوا نقول الزيت مالا انا مانيش نسمع يلا مشاهدين ثلاث قلنا حبه تاع بيض هاوليك وندخلو يطيب خد على 100 غرام مع 100 غرام تاع السكر نخلطهم مع بعضهم كسرونا ندوبو 200 غرام شوكولا الوجده سوداء نزيدو لها 200 مليليتر هكذا تاع الزيت ولا نديرو اللي عنده بالمارغارين تكون احسن من المارغارين نديرو 140 مارغارين مع 140 كنت قلبتها عفوا مع 140 تاع شوكولا شوفي نديرو حقا 140 تاع مارغارين مع 200 غرام تاع شوكولا مشاهدينا الشوكولا ما تبدلوهاش الوزن تاعها يقعد 200 غرام يقعد هو ثانيه دونك الا نحينا الزيت نعاودوه ب 140 غرام تاع مارغارين خير دونك عندكم نعاود لهم معليش قلتها سويسرس عاودي معليش خلاص دونك عندنا ثلاث حبات بيض عندنا 100 غرام سكر نطلعوهم شويه بالباتور نزيدوا عليهم نكونوا ديجا ذوبنا لا مارغارين 140 غرام مارغارين و 200 غرام تاع الشوكولا نذوبوهم كيف كيف نزيدهم الخليط تاعي ونزيد 100 غرام تاع لافارين ونخلط ابخي راح يخرج لكم هذا الخليط شوفوا كيفاش يجي الكو تاعو بزاف هايل الا خفتوه ما يطلع لكمش انا درتو فيه هذا المول وطلع لي شوفوا كيفاش طلع يعني من الفوق جا مشقق هذا الوجه تاعو وهذا كي قلبتو من المول يجي بزاف بنين ويجي بزاف هايل نتوما بيان سور تقدروا ديروه في المول نيمبورت كان المول حبيتو ديروه ولا فوالا هذا راح واش نديرو انا برك خيرت هذا المول دونك انا حنكلاصيه بالشوكولا ندوب شوكولا وزيت ونكلاصي شويه هذا ما هذا مكان هذا هو الكاطو مويلو تاعي وشوكولا ويجي بزاف بزاف بنين يلا خير فوالا يلا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا شفتوا وديتوا كامل المعلومات للاطباق تاع نهار اليوم نلتقى بكم بعد الفاصل على طاوله التقديم نحبكم كامل تجوا للبث المباشر هكذا باش نتعرفوا شكون الفائز او الفائزه بقسيمه شراء المهدات من الواحه للتسوق لقيمتها 5000 دينار جزائري واللي اختاروه او اختاروها سيرفيس الملتي ميديا اختاروا لنا اسم راح نتعرفوا عليه بعد هذا الفاصل يلا مشاهدينا عودنا ولينا دائما على طاولة التقديم الاسماء راهم هنا خلو نقول فقط للشيف مريم يعطيك الصحة على الأطباق اللي حضرتيهم نهار اليوم وبعدها نعلنوا على اسم الفائز دونك فوالا كما كانوا شافوا معنا الخبيزة هايلك المحشية كيفاش تجي دونك هي وصفة صيفية سهلة وما تاخذش بزاف وقت وعندنا مويلو شوكولا كما كنا قلت لكم بزاف بنين وخفيف ويوالم القهوه تاني تاع العشيه انا درتو فيها هذا المول وانتم يقدروا يديروه في نيمبورت كان مول عندهم يلا ما فيش مكونات بزاف يعطيك الصحه مريم يلا شكرا عبالكم باللي الممول تاعنا الواحه للتسوق
كانوا عطاء قسيمة شراء لقيمتها 5000 دينار جزائري مهدة من الواحد التسوق. عندنا فائز واحد في الأسبوع والتصويت يكون إلكتروني وحتى يعني اختيار الأسماء راح يكون إلكترونيا. قلت لكم أنه الإجابة خلوها على الصفحة الرسمية لقناة الشروق في البث المباشر لآلو شيف. الصفحة الرسمية دائما نقول لكم تلقوا فيها الأيقونة الزرقاء وديروا فيها الجيم تحكم هكذا باش يطلع لكم البث المباشر. كنا طرحنا السؤال اللي هو وشنو الشيء اللي نضيفوه للباذنجان باش ما يشربناش الزيت، وكانت الإجابة الفارينة. نشبخوه في الماء والملح ونرمدوه في الفارينة، هذه هي كانت الإجابة الصحيحة. اختيرت 5 أسماء، يلا عندنا 5 أسماء معايا، شوفوا 2 3 4 5 5 أسماء كنا اخترنا الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء واليوم الخامس. لحقتني قسيمة الشراء الاسم تاع اليوم اللي اختير، فراح نخلي شيف مريم تخلط وتعطيني اسم من الأسماء. يا ترى شكون؟ شوفوا انا نتمنى كاع تكونوا رابحين، ما الله عارف. هي اسبوعيه ويعني حتى اللي ما كانوش محضرين معنا اليوم ان شاء الله بالعقل ان شاء الله كانوا تربحوا. دونك خلطيهم 5 هذه هكا سيسي خلطت كاينه وحده تدخل. فوالا يلا اقراي لي الاسم. فتحي عند فاروق. دونك جي جي ماني، فوالا هاي ليك جي جي ماني. يلا فتحي، مبروك عليك. شوفوا اسماء جي جي ماني. الإجابة كما قلت لكم كانت الفارينة اللي كنتوا جاوبتوا كامل إجابة صحيحة. تشوفي راهم كاتبين حتى لادات الاخر قراي كامل ولا عطيني مريم لادات اللي واش منها اللي ربحت فيه. دونك اه لادات لو 6 15 على 3 يعني يلا 15 جوان على 3 3 15 يلا كانت خيروا الاسم تاعها. فالف مبروك، خليها هنا راح نعطوها لسيرفيس الميتي ميديا وهما راح يعيطوا لكم ويتواصلوا معكم وما يعرفوا كيفاش يتواصلوا معكم يعيطوا لكم باش ولا يعيطوا لك يا جي جي. الف مبروك ليك باش تجي تدي قسيمه الشراء المهدف من الواحه للتسوق. حظ موفق ان شاء الله في الاسابيع الجايه ان شاء الله للناس اللي جاوبوا وما تفهمش الحظ. أما أنتم مشاهدينا الكرام نقول لكم روحوا للصفحة الرسمية تاعنا ديروا فيها الجيم كما قلت لكم لأنه راح يطلع لكم فيها كلش يعني كامل ليكو تاع البرامج مقسمين مقطعين كل شيء تلقاوه في الصفحة الرسمية تاعنا. ويوم السبت إن شاء الله نادية راح تعطيكم سؤال آخر وإن شاء الله تكونوا تجاوبوا عليه وتكونوا من المحظوظين. نلقى بكم يوم الاحد لانه يوم السبت كذلك راح يكون معكم شيف امريكي من امريكا راح يقسم لنا وصفات جديده راح يكون مع الشيف ناديه ان شاء الله يوم السبت. فانا راح نلقى بكم نهار الاحد ان شاء الله. نقول لكم غدوه جمعه ما تنساوش تفرجوا برنامج نساء ونساء وما تنساوش كذلك تدعوا لنا اذا تفكرتونا ان شاء الله. يلا اسبوع نهايه اسبوع موفقه على الجميع، تبقوا على خير. Thank you.